واحدة بتقول أنا بنت خادمة في الكنيسة ومرتبطة بشخص كويس ولكنه غير جاهز الآن للتقدم في المنزل، وأنا متعلقة به، وفي نفس الوقت تقدم لي شخص مناسب عن طريق أبونا وجاهز ماديا، فهل أرفض هذا الشخص أم لا؟ فأنا خايفة من المستقبل، لست أدري ماذا سيحدث، وأنا أخاف من أن أضيع الشاب الثاني وأندم فيما بعد، والمنزل موافق عليه. إذا كنت تقدري الشخص الثاني جاهز تحبيه فعلا ولما تتجوزيه تكوني مخلصة ليه وما تفكريش في الأولاني، يبقى ممكن، لكن إذا كنت ما تقدريش تستغني عن الأولاني أبدا وقلبك يعني مش قادر إنه يتنازل عنه وهو مخلص بحيث لو انتظرتيه ما يخلاش بيكي، تبقى حاجة تانية، دي تتوقف عليك. ونصيحة ليكوا كبنات، يعني بلاش ترتبطوا قلبيا بشخص لسه مش جاهز، هتتعب. يعني ليه تتعلق بواحد وهو مش جاهز؟ نحن نعلم أنه يوجد نوعان من الشفاعة، هما شفاعة كفارية خاصة بالسيد المسيح وشفاعة القديسين، اسمها شفاعة توسلية. ولكن هل توجد شفاعة للمؤمنين في الكتاب المقدس؟ ممكن ان المؤمنين عموما، طب ما القديسين دول مؤمنين، شفاعة القديسين. يعني ابراهيم اب الاباء ربنا قبل شفاعته وقال له لو وجد 10 في المدينة لا اهلك المدينة من اجل 10. وموسى ربنا قبل شفاعته لما قال له اغفر لهذا الشعب وإلا أمحو اسمي من كتابك الذي كتبته. فالمؤمنين القديسين ليهم شفاعة. في شفاعة الأحياء في الأحياء، وفي شفاعة الأحياء في الأموات، وفي شفاعة الأموات في الأحياء.